قمة روسية إفريقية هدفها المعلن هو تعزيز العلاقات بين روسيا والقارة السمراء في شتى المجالات، ونظرا أن توقيتها جاء في ظروف تهدد دولا إفريقية بأمنها الغذائي بعد انسحاب موسكو من اتفاقية الحبوب. توعد الرئيس الروسي بتصدير حبوب بلاده بالمجان لستة دول إفريقية على مدار الأشهر المقبلة. بلا شك سيتم إرسال هذه الشحنات إلى الدول الإفريقية الفقيرة، ولكن أنا لا أرى أن هناك علاقة مباشرة مع العودة إلى صفقة الحبوب. في رأيي لن تتم العودة في المستقبل المنظور، لأنه من الصعب التخيل أن الغرب سيلبي المتطلبات الروسية للأسف الشديد، ولكن روسيا في كل حال من الأحوال جاهزة للعودة إلى طاولة المفاوضات حال سيتم تنفيذ جميع البنود الخاصة بالمتطلبات الروسية. فلاديمير بوتين أكد على ضرورة انضمام دول إفريقية إلى مجموعة العشرين، وفتح باب التعاون المشترك اقتصاديا وعسكريا على مصراعيه، لتقرأ هذه الخطوة على أنها تهرب من العقوبات الغربية وزيادة للنفوذ الروسي في القارة الإفريقية. بالنسبة إلى بوتين والقيادة الروسية، القارة الإفريقية هي أحد المحاور للنظام العالمي الدولي الجديد، ومن هنا تأتي أيضا دعوة بوتين لضم الدول الإفريقية البعض منها إلى مجموعة العشرين، والتعاون العسكري الروسي وخاصة التعاون العسكري التقني هو يعني ثلث تقريبا من حجم التبادل التجاري بين روسيا والقارة الإفريقية، وأيضا التعاون في مجال أمني من خلال الشركات مثل واغنر، ويمكن أن تكون هناك غيرها من الشركات. تداعيات القمة يمكن أن ترفع سقف التوترات الروسية الغربية، وما يزيد المشهد سخونة هو تواجد مجموعة فاغنر وبكثافة في عدد من الدول الإفريقية، وبموافقة حكومات هذه الدول إرضاء للحليف الروسي. رغم قدم العلاقات الروسية الإفريقية، إلا أن زيادة التعاون المشترك في هذه الفترة الحساسة هو الذي يخلق تخوفات من بدء صراع روسي غربي جديد في القارة السمراء. مرام حمصي، اليوم، موسكو.